إيش هذه يا سلامة؟ ها؟ ريحة القلي واصل أول الفريج. هي؟ اسمعي هالأرقام. تناول أطعمة مقلية 3 مرات في الأسبوع يزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب 18%. أوه. بينما الخطر يرتفع 70% عند تناول المقالي أكثر من 7 مرات أسبوعياً. فما بالك في رمضان مع المبالغة في الوجبات والحلوات المقلية. استبدلي يا سلام القلي بالشوي والسلق والخبز في الفرن أو الطهي على البخار. وممكن القلي السريع أو الستير فراي بكمية زيت قليلة، لكن تعطي نتيجة لذيذة. اختاري المكونات القليلة بالسعرات والمرتفعة بالمعادن والفيتامينات مثل البروكولي والفلفل والسبانخ والكوسة. ولكن لا تنسي مكونات أساسية غنية بالبروتين مثل الأسماك واللحوم الخالية من الدهون والدجاج والفول، يغطي شعور بالإشباع. وزيدي مكون غني بالألياف مثل خليط الحبوب والشوفان والأرز البني وحتى الكينوا. أما على السحور فيكون الأكل متوسط الهضم، يعني يبقى في المعدة بين 7 و9 ساعات. مثل البيض والأجبان والبقوليات. دائماً في حلول عملية وسهلة لأكل صحي في رمضان. مبارك عليكم الشهر وعساكم دوم وصحة وسعادة.